خليني اخد الاجابه من حضرتك بعد ما اسمع زميلي عمرو عبد الحميد. عمرو موجود في اسكندريه، وطبعا اسكندريه برضو من المحافظات، وشايفين اللي الناس وراك اهو يا عمرو. انت وصف لنا اسكندريه كانت عامله ازاي النهارده يا عمرو؟ تمام، يعني طبعا برحب بيك يا استاذه لبنى، وبرحب بجميع مشاهدينا ومشاهدي قناه الحياه. يعني بالفعل يا استاذه لبنى، كما ذكرتي بخلفي يمكن الكاميرا بتوضح ان هنالك عدد من المواطنين الذين جاءوا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني بالمناسبه استاذه لبنى، هذا الدعم موجود يعني تقريبا من بعد صلاه الجمعه، ويعني من وهله لاخرى بيتوافد عدد من المواطنين دائما للهتاف للرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا الهتاف ضد كل القنوات المغرضة وكل الدعوات المغرضة لهدم الدولة المصرية. يعني المشهد هنا في اسكندرية أستاذة لبنى هو مشهد رائع للغاية. أيضا قوات الأمن تقوم بدور رائع جدا، حيث يقومون بتأمين كل المداخل والمخارج في منطقة الإسكندرية بشكل عام، في محافظة الإسكندرية بشكل عام، لتأمين طبعا المواطنين من أي أعمال مغرضة لا قدر الله. يعني الأمور بشكل عام هنا في محافظة الإسكندرية من الصباح الباكر وحتى هذه اللحظة تسير أشبه بالأجواء الاحتفالية. يمكن حضرتك سامعه ورايا وشايفه ورايا المواطنين قد ايه جايين هنا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتفات عماله بتعلو من ورايا، ومن وقت للتاني بقى شباب بنات يعني مواطنين تدي المايك كده كل حاجه. عايزين نسمع برضو الناس النهارده، هم البطل الحقيقي، الشعب هم البطل. فلو في كده يعني تعليقات سريعه كده ونسمع رايهم. تمام. اسمع رايك يا حاجه، اسمك ايه؟ اسمي شان عبد الله. عايزه تقولي ايه يا حاجه النهارده؟ عايزه اقول تحيا مصر، ربنا يخلي جيش مصر وشرطه مصر والسيسي، وكل يا رب يجعل مصر عاليه، يكرمه ويهنيه ويرفع مصر عاليه يا رب، يا رب ارفع مصر يا رب. شكرا. اتعرف اسمي سمر. اهلا وسهلا. السيسي ده مخلينا كل حاجه، ربنا يا رب يكرمه ويسترها معاه ويبعد عنك ولاد الحرام، جايب لنا كل حاجه جميله. تمام، هتعرف بحضرتك ابراهيم التون. ابراهيم التون، مربع مسجد سلطان كرموز، اسكندريه. نازل ليه حضرتك النهارده؟ نازل عشان احيي عزيز مصر السيسي، منجي اهل مصر، سفينه نوح لنجاه اهل مصر. شكرا. يعني استاذه لبنى، شكرا استاذه لبنى. زي ما حضرتك سمعتي، يعني الناس هنا بتأيد بكل حماسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكانت تلك هي طبعا الاجواء حواليا. الكاميرا بتوضح كل حاجه، وعوده عليكم في الاستوديو. شكرا جزيلا يا عمرو، شكرا جيك.